ولكن لا مدخلين لا سكريات لا مدخلين الطحين لا مدخلين النشويات أيه. وبالتالي هذا اللي انا فهمت من ابن مبارك. اي زين دكتور، قلت لي عن واحده اسمها منواف. ايه منواف والله انا يعني مره صراحه جتني على العياده ولم طبق البرنامج. أيه. منواف منزله تقريبا ما اتذكر الرقم، ولكن اللي عجبني في الموضوع انه كوليستروله 4 وكوليسترول الجيد 2، يعني وايد استانست منها وايد. حتى قلت لها اخذي معوده اخذي صورت لها قلت لها اخذي السكر ماكو كل الامور ضغطه كل الامور جيده، يعني ما شاء الله الحين كنت تسمعني هي او تشوفني، قلت له اخذي هالتحاليل ودي حق اللي يقول لك انه والله هذا يسبب ارتفاع في الكوليسترول. اي انت شفته يا حجيتنا شو تقول لي؟ قلت له يمه اخذي هالتحاليل يرحم والديك ودي حق الطبيب اللي يقول لك هالكلام او حق فلان اللي يقول لك هالكلام. صحيح. هذا اللي شرح. اكو ام نواف ثانيه، واحده ثانيه هم شافتني كانت تقول لي عندي ارتفاع في الحين. ام نواف ام نواف ام نواف الثانيه عندها شويه سكر. قلت له يا اختي طبق البرنامج وتشوفي الفرق يعني. وحجي سلمان ما يقصر يعني يشرح لهم، بس عاد مو تخربط اشرح لهم بالتدريج. يخافون بالبدايه من الرجيم هم دكتور. احنا عيل ناخذ فاصل ونرجع مره ثانيه. ايات مضطرب اليوم من اغنيه قديمه لاقدم اليوم. لا ماكو. زين دكتور نرجع حق محور حديثنا. اقول لك دكتور، لكن يوم قاعد امشي بالسوق الحين صارت اللزمه شنو؟ اللي ما يقول لي والله مبين عليك ضعفان يسوي لي شيء من بعيد. زين الحمد لله يعني في ناس قاعده تلاحظ انه والله اللي مطبق النظام هذا قاعد يبدا يتغير. في ناس بعد من اللي مطبقين النظام هالايام فيهم سكر. ترى ابوي بلش. انا واحد من الناس ابوي بلش. الحمد لله وصحته قاعد تحسن وكل شيء طبيعي واحتمال يبقى ضيف في حلقه من الحلقات. ايش رايك نيبه؟ والله ممتاز. ممتاز. زين دكتور وايد ناس قاعد يسالوني عن الرياضه. وايد ناس قاعد يسالوني عن الرياضه، قاعد يقولون يعني انا ماني مقتنع اقتناع انه والله انا اسوي رجيم من غير رياضه. الناس عندهم فكره في بالهم انه والله خلاص دام رجيم معناته رياضه. شنو ردك دكتور؟ بس ما تقاطعني. ما اقاطعك. ايه عطني كم دقيقه اتكلم مثل الاوادم. تفضل. اوكي. شوف عمي. الشخص اللي يجيني طبعا او انه يعاني من السمنه او انه متاذي فعلا ما له خلق الدنيا، ما له خلق يسوي اي حركه، يا ذوب يتحرك من غرفته يروح مكان ثاني. انت في البدايه ما تقول له والله روح سوي لي اكروبات سوي لي رياضه قاسيه، مستحيل يعني. انت عطى البرنامج قل له يا ابو فلان اذا تقدر 10 دقائق 5 دقائق 20 دقيقه تتحرك بهداوه باعتدال بدون ما ان تبذل اي مجهود، حركه بسيطه جدا اللي ابي منه انا ابي الفكره. انا كذا مره اقول في علاقه حميمه بين كل انسجه الجسم والمخ، يعني القلب المخ المعده كلهم فيهم هرموني فيهم تفاهم. اذا القلب استانس المخ يكيف، المخ كيف المعده ترتاح. انا اذا اخلي القلب اذي القلب اقول له روح العب رياضه قويه يتضايق من كل شيء. صحيح. يدز رساله حق المخ يقول ترى سلمان هذا اذانا الله اذيه. ها المخ من يضايق يدز رساله يقول ترى حطوا بالكم على سلمان. أي. حطوا فامساك عوار بطن مشاكل كثيره تحدث من الجرعه. هذا شيء علمي ما قاعد اجيب من عندي. أي. فانا قبل لا اقول له سوي رياضه قاسيه اقول له ابدا العمل باعتدال رياضه بسيطه مشي. زين في نفس الوقت البرنامج اللي احنا قاعد متبنينه وقاعد ننصح الناس ان يتناولون هو عباره عن ايش؟ ان استغل الشحم من اجل طاقه بنزين حركته مش مشيته منين يبه. قبل كنت اقول له والله اخذ كان ياخذ من السكريات من العيش من الخبز من المعجنات. احنا من وقفنا هذا جسمك يكون خالي من السكر، ما في ولا ذره سكر بالجسم. فتبي لك حركه، تبي طاقه، تبي تتكلم، تبي تتحرك، منين تجيب؟ ودشت موقفك قايل لك لا ما ماكو. فالشحم اللي عندك هو اللي يبدا بعمليه الحرق، هو اللي يعطيك البنزين، هو اللي يعطيك طاقه. حركه هزت راسك الحين منين؟ من طاقه. أي. من كلامك طاقه، تبي لك بنزين، بنزين ما عندك من السكريات، بنزينك الحين كله من شحب. الشحوم. انت وانت نايم قاعد تحرق الشحوم، وانت نايم تقوم الصبح ريحه حلجك اوه كانك صايم برمضان، كانك قاعد العب رياضه، اوكي؟ وبالتالي انت هذا عمليه قاعد تذوب الشحوم. بالمقابل قاعد تمشي لعشر دقائق، عشر دقائق او 20 دقيقة مشي بسيط بدون ما يبدا. زين دكتور عفوا دقيقة بس ما يخالف عن اذنك. انت ما دام مستمر على هالبرنامج عملية الحرق تكون مستمرة، يوم اللي تحط قطعة حلوى بحلجك الشحم يوم